السلام عليكم زوار تي في نادور، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين. معكم محمد من قناه تي في نادور. قبل ما تسمعوا هذا الخبر الله يحفظكم، تعاونوا معنا بلي لايك والبارتاجي عند الناس اللي مازال ما شافوش هذا الخبر، الله يحفظكم. كيف العاده احنا مازال مع فتح الحدود البحريه والحدود البريه. فتح الحدود البحرية والحدود البرية يقترب إن شاء الله. محمد السادس يستقبل بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. بالنسبة حنايا بغينا تكبر العلاقة بين إسبانيا والمغرب باش يفتحوا لنا الحدود البحرية والحدود البرية باش نمشي وندخلوا إن شاء الله مليلية وسبتة. لا بالنسبة اللي كاينين في جالية مقيمين بإسبانيا باش يجيو هنايا ضروري خصهم يحلوا الحدود البحرية باش يجيو هنايا، يعني ما عندهمش شي حل باش يجيو هنايا المغرب إلا الحل الوحيد يحلوا لنا الحدود البحرية. حنايا والله ما كرهنا، بغينا تفتح من غدا ان شاء الله باش نشوفوا الاحباب ديالنا والعائلات ديالنا. هذه تقريبا عامين والله ما شفناهم، كنشوفهم غير في الواتساب هادشي بزاف، تقريبا عامين والله الا عامين والله ما شفناهم. انا بالنسبه انا عندي اختي تماك في مليلية تقريبا هذه عامين والله ما شفتها. هي نيت باش تجي هنايا للمغرب راه ما تقدرش تجي في الطياره عاد تجي هنايا للمغرب، يا ضروري الحل الواحد باش تجي هنايا اختي للمغرب راه ساكنه في مليليه، باش تجي هنايا الناظور ولا المغرب راه ضروري خصهم يحلوا الحدود البريه بين الحدود بين بلينصار ومليليه. وحنا كنتمنوا الفرج الفرج والجاليه تطالب بفتح الحدود البريه والحدود البحرية. السلام عليكم، ميثم هذه السماء، مرحبا بكم ديال قناة تيفي نادور. تشكري كني وطس خوضا فار قناة ينو كان وحفظ سيدة رب العالمين، وتشكري الإخواني الجان داخل الوطن وخارج الوطن سمزان ذو مقران. إن شاء الله فتح الحدود البحرية والحدود البرية يقترب، كيتقرب إن شاء الله شوية شوية. إن شاء الله الملك النغ محمد السادس ويقيم والو أديعاغ بيدرو سانشيز هو رئيس الحكومة الإسبانية، ونتمنى إن شاء الله أطمغ العلاقة جا إسبانيا ذي المغرب باش هذا نغزمن الحدود البحرية والحدود البرية. والله إلا نحرز وراجع واسمش حنين نترجع خو تقريبا عامين مازال عاد قنترجع هذا نغزمن الحدود البحرية والحدود البرية باش رنشين أنا حنزار فاميليا النغ، أنا حنزار حباب النغ ذي مليلية، واتصل إخوانا قن ذي إسبانيا عزونا دسن داني طاغ المغرب وفي ممش غقن وغاس المشا الحل الوحيد باش دسن داني تا هو غدا نغزمن الحدود البحرية والحدود البرية. ناشتي مانتينو يكوم دي السوالن والله اللي غاردي نيوتش مادي مليلية رخد تقريبا عامين والله ما زريخت مرتا من سو الله قو الله ما زريخت نازو لانشينا تنزع لان الموت تخطف خطف واسمش حاف خضف رخوران تاث ثازو باش هذا نخدزا وغاسبوش الحل الحل الوحيد هذا سازمن الحدود البرية باش يتسس ديوت السانيتا جامليلية ذو النظر جاملي ليا ذي النظار يتاسس ديه ونتاس طونوبيل طاق امارش باش تاس داني تاع المغرب باش تكتيارة قيا الطاس الطاس المصاريف في حنجان مهم الطاس مهم يعني في متر العائله يا الطاس وزما داس ندي التيارة. الحل الوحيد باش تاس داني تاع المغرب هي غاداس نعزمن الحدود البريه يتجان جابلي نصار الفرونتيرا، ونتمنى ان شاء الله زي الوزير هذا نغيازم فتح الحدود البحريه والحدود البريه. أمني نتمنى مارا نشي العائله مارا سو يعني خميس سورغنش سورغ عامه سكوشي. يلا السلام عليكم.